مرحبا. كل شيء موجود بالطبيعة له فايدة وما في شيء بيروح دعان. حتى فضلات الدجاج صاروا مهمين ومفيدين للبيئة. شيء غريب، فالعلماء بألمانيا عم بيخلطوا فضلات الدجاج مع الذرة والعشب لتوليد تيار كهربائي رخيص وما بلوث البيئة، وبهالطريقة بصير فينا نستفيد من مخلفات مزارع الدجاج بشكل كبير وبدون ما نأذي البيئة.